من اليوم فقرة جديدة في البرنامج تهتم بالصحة والتغذية. قد يكون معنا فيها الدكتور محمد أحسين الذي نعتز به ونحبه ونتقاسم معه لحظات كثيرة معكم على شدى فهم كل يوم أربعاء ضمن برنامج شدى الأسرة. الدكتور محمد أحسين الأستاذ الجامعي أيضا بجامعة بنو طفيل بالقنيطرة والخبير في عالم التغذية. معه غنتعرفوا على التحدي الممكن ديال صيام شهر رمضان بوجبة الإفطار وحدها فقط يعني بدون أكل على امتداد 24 ساعة كاملة. سي محمد أحسين صباح الخير ومرحبا بك معنا على شدى فهم. صباح النور سيدي حضرك الكريم. مرحبا ورمضان كريم لك سي أحسين. خليني نسأل معك على هذا التحدي اللي انت أيضا تآمن به وداخل فيه وتطلق اليوم ديال صيام رمضان بدون أكل من الإفطار إلى الإفطار صيام 24 ساعة كاملة. شنو هو هذا الصيام أو شنو هو هذا النظام الغذائي وشنو القواعد الأساسية دياله وعلاش؟ فهاد الصيام هاد الصيام ديال على وجبة واحدة أو على الإفطار هو ماشي والد ديال هاد العهد هذا، بل كان قديم الناس كانوا كيستعملوه والآن عطيناه واحد السميه، عطيناه السميه ديال أوماد وان ميل أداي. وان ميل أداي أها، وجبة واحدة في اليوم. في اليوم، وهاد الوجبة هذه هي داخلة جون انترميتون. شنو هو الجون انترميتون؟ هو الصيام المتكامل الذي ممكن أن يقطع بوجبة أو وجبتين. نحن هذا الصيام الذي تم تقطعه بوجبة واحدة. فهذا تحدي هذه السنة الثانية اللي الحمد لله احنا خدنا فيها. احنا واحد الفارق ديال تقريبا 250 واحد في ان جروب ديال الواتساب اللي كل شيء تيقول لك فوالا شنو انا الحمد لله داز اليوم عندي بسلام، وكل واحد كيفاش كيتكلم على هذا اليوم. الناس الجداد كيعطيونا بعض الاشارات الى انهم كان وقع لهم شي مشاكل غادي نتكلم لك عليهم وكيفاش غادي يتم التصحيح ديالها. طيب كيفاش كتتم عمليه الصيام اذا الى من الافطار للافطار؟ يعني عمليا شنو الانسان كيصوم كيفطر وما كيبقى ياكل حتى شي حاجه حتى اليوم الموالي مع الافطار؟ ما كيتسحر ما حتى شي حاجه. كيولي ديك الساعه الفطور ديالك هو السحور ديالك. كيفاش كتتم العمليه؟ بمجرد ما كيؤدي المؤذن على الاذان المغرب كناخذوا ثلاثه تمرات وكنشربوا تقريبا 250 ملل ديال الماء، كنمشيو نؤديو الواجب ديالنا اللي هو الصلاه، ومن بعد كنجيو كناخذوا الوجبه ديالنا اللي غتكون كامله فيها المكملات الغذائيه، فيها الفواكه، فيها السلطات، فيها العصير ديال الخضروات، وفيها اون سورس دو بروتيين اللي كيكون يا اما الدجاج او الحوت او البيض او الغنمي او الدواره، مع اون سورس دو ليبيد لان اما الزبده البلديه او الزيت البلديه او زيت الكوكو، خاصه بالنسبه للناس اللي محيدين المراره يمكن كياخذوا زيت الكوك او الافوكا. هذه هي الوجبه ديالنا. شنو الفائده؟ علاش وجبه واحده ماشي فطور وسحور على الاقل؟ لا، الوجبة واحدة غالبا بالنسبة للناس اللي عندهم زيادة في الوزن هادو كنعاونوهم باش انه كندخلوا للجسم ديك المحطة ديال راحة الهرمونات ديال التخزين وسميتو اقحام هرمونات الهضم والتنقية في الجسم ديال الانسان. لان كنعرفوا شنو كيوقع في الجسم فاش كل وجبة واحدة في 24 ساعة من الفطور للفطور؟ شنو كيوقع في الجسم؟ في الوقت اللي كيكون الجسم داخل في الوجبة واحدة ديال الفطور كان بحال كنلزمو هادوك الجروب ديال الهرمونات ديال الهضم والجروب ديال الهرمونات ديال التنقية والجروب ديال الهرمونات ديال إعادة البناء ينوضوا يشتغلوا. حنا كنعرفوا بأن أي وجبة كليتيها الله يجعل ما تدخل غير مضغة ديال الخبز أوتوماتيكمون كيخرج الجروب الفريق ديال الأنسولين، وهذا الفريق الدور ديالو هو التخزين، بمعنى انه الى خزن غادي يخزن، الى كان ليكسي غادي يخزن لك الدهون في الكبد ديالك، الدهون في البطن ديالك، الدهون في الاحشاء ديالك، في الارداف، في الجسم كامل. الوغ هذا النوع ديال سميتو الدور ديالو هو التخزين، وكل ما كانوا الوجبات قرار كل ما كيكون دائما تخزين وما كيكونش هناك تحليل. واخا واش هادشي ممكن يعملوا الناس كلهم، نساء رجال صغار في السن متقدمين في السن عندهم انشطه رياضيه ما كيلعبش رياضه بحال كلشي ممكن صالح لهذا النظام ولا فقط واحد فئه معينه ديال وجبه واحده؟
هو في الحقيقه كل شيء ممكن ينخرط في هذه العمليه هذه. كل الناس غير الوجبه الكامله، غير الوجبه اللي غادي ياخذ غتكون مختلفه كامله بحال اللي تكلمنا عليها قبل قليل. فاذا خد الانسان وجبه كامله بهذا الشكل اللي تكلمنا عليه راه غادي تخدم عليه 24 ساعه او اكثر. 24 ساعه واكثر. سي محمد حسين شوقتينا اكثر نعرفوا هذا النظام الغذائي عمليا كيفاش ممكن يتنفذ هذا الشيء. علاش غتكون معنا كل صباح على شاده فهم مده ديال 5 ديال الدقائق باش نشوفوا هذا التحدي ديال رمضان بدون اكل او بوجبه واحده اوماد من الافطار الى الافطار. ومعها كنعطيو للناس والمستمعين اللي كيتبعونا في هذه الوقيته كل صباح ما بين 8:30 و 9:15 نصائح اللي ممكن تساعدهم في الحميه الغذائيه وفي النظام الغذائي المتكامل توازن ديالو. وانا شخصيا معك في هذا التحدي سي محمد حسين بدايه من اليوم بوجبه واحده ان شاء الله. احنا ديجا درنا يومين. ايوا انا عندي نسالها تسالني في الاخر ندير 48 ساعه. شكرا لك، شكرا. نتلاقاو غدا باش نفهموا معك اكثر شنو كيوقع في الجسم ديالنا فاش كنتناولوا وجبه واحده فقط اللي هي الافطار خلال شهر رمضان، وكيفاش ممكن الانسان يبدا هذا التحدي هذا. شكرا جزيلا دكتور محمد حسين الخبير في التغذيه، كنت معنا مباشره على شدافه.